اللاعب فهد موفي لاعب المنتخب الوطني المغربي وفريق بورتيمونينزي البرتغالي، 26 سنة، لاعب كان مغضوبا عليه في فترة سابقة قبل مجيء وليد الركراكي إثر الواقعة الشهيرة، حيث وجد فهد بمقر المنتخب رفقة عدد من اللاعبين يدخن الشيشة ليطرد على وجه السرعة من مقر المنتخب، بالضبط في سنة 2017، عقوبة دامت 6 سنوات إلى أن جاء وليد الركراكي ليعفي عنه ويعيده للمنتخب. هذا اللاعب الذي يقدم موسم مميز في الدوري البرتغالي مع فريق بورتيمونينسي وسينتقل بصفة رسمية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالضبط إلى فريق بيرلي الإنجليزي الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز، وبصفة كبيرة سيكون حاضر في المعسكر القادم رفقة المنتخب، معوضا بذلك أشرف حكيمي الذي لن يكون متواجدا في التربص القادم إن شاء الله.